مرحبا بكم في قناة الكيدز تويز، القناة العربية الأولى التي تعرض كل ما يخص ألعاب الـLOL سبرايز وشعارها تيفا. مشتركين قناة الجدد، هناك صفحتنا على الفيسبوك اسمها كيدز تويز فانز. نجري مسابقة أسبوعية لربح كرات الـLOL سبرايز، وتجدون الرابط واسم الصفحة أسفل كل فيديو. اليوم سوف نبحث عن أرنوبينايا وأيضا قطة جيمي. التحدي اليوم سوف يكون كبير بينكما، سوف نرى من منكن سوف تحصل على حيوانها الأليف. هيا لنرى. كرتين لجيمي، LOL سبرايز للسيسترز أو للبيتس لجيمي، إنها ميك أوفر ويف 2، وأيضا لنايا أيضا كرتين من LOL سبرايز للف وينتر ديسكو. حسنا، دعونا نبدأ. كرة من هنا وكرة من هنا، هيا سوف نرى من منكن سوف تفوز. ماذا تعني هذه الرموز ستائر زائد؟ أعتقد بأنها زر الكهرباء. دعونا نرى. شو أف، ماذا تعني؟ واو، الكرة الذهبية. أعتقد بأني أرى كرة ذهبية. واو يا جيمي، دعونا نرى على ماذا حصلت جيمي. واو، ما أجمل هذه الحقيبة. إنها ليست حقيبتك يا جيمي، حقيبة جميلة. انظروا، جميلة جدا، أحببتها. دعونا نرى الشخصية. واو، ما أجمل هذا الحذاء، حذاء أسود بعجلات ذهبية. يا ترى من هذه الشخصية المميزة؟ دعونا نراها. واو واو واو، لا تقولوا لي أنه قرد تفجاي. بالعودة إلى قائمة الـLOL سبرايز هير جولز ويف 1، ها هي الشخصية التي تمتلك القرد، أيضا علامة النجمة بأنها نادرة، اسمها شيموني كوين. لقد حصلت يا شيموني كوين على حيوان أليف. ها هي شيموني كوين وحصلت على حيوانها الأليف. انظروا إلى شعره أيضا بجلتر أسود. ها، ألدي حيوان أليف؟ قرد؟ وها هي أيضا حقيبتك. واو، حقيبة جميلة يا شيمون. لنرى حظك يا نايا، إن كان يشبه حظ جيمي. الكرة الوردية، دعونا نرى حظ نايا. على ماذا حصلنا؟ هيا يا نايا، هل أنت مستعدة؟ واحد، اثنان، ثلاثة. لا تقول بأن نايا حصلت على حيوانها الأليف. ها هو حيوان نايا، إنه الأرنوب. لا أصدق، حصلت على أرنوبي. لا أصدق، لا أصدق. نعم يا نايا، حصلت على أرنوب ظريف. واو، قبعة جميلة لنايا. ها هي يا نايا، ارتديها. أيضا، واو، نظارة جميلة. ها هي نظارتك يا نايا. سعيدة جدا، سعيدة جدا. حسنا، دعونا نضع الأرنوب هنا. بالعودة إلى القائمة، بعد حصول ناي على أرنوبها، لقد اختتمنا هذه القائمة، قائمة الـLOL سبرايز للوينتر ديسكو. أما هذه الكرة، أن أفتحها ستكون جائزة الأسبوع القادم. تانان يا جيمي، جاء دورك يا عزيزتي، نريد أن نبحث عن قطتك. هيا، قبل أن نفتح هذا نريد أن نعود إلى القائمة ونرى قائمة الـLOL سبرايز للسيسترز. ها هي،
إنها ليست قطة نادرة، انظروا هنا علامة وردية تعني بأنها فانسي. إنها ليست شخصية نادرة، أتمنى أن تحصلين عليها يا جيمي. هيا لنرى ماذا حصلت جيمي؟ ما هذه الحقيبة؟ حقيبة غريبة، أترون معي؟ أعتقد بأنه ذئب وخفافيش. يا ترى هل هذه حقيبة جيمي؟ دعونا نرى ما هذا؟ إنه عقد، فضي. أتمنى بأن تكون قصتك يا جيمي. واو، ما هذا؟ جيمي، لم تحصلي على قطتك. اعتقدت بأن هذه الحقيبة لجيمي. أعلم حظي، أنا قليلة الحظ، لا أريد البحث مرة أخرى عن قطتي. ابحثي لي عن أختي، لا أحب قطتي، أنا غير محظوظة بالحصول عليها. بالعودة إلى القائمة، أين هذا الحيوان؟ ها هو، اسمه هاولا، وهو يتبدل في الماء البارد أو الدافئ. إنه بجانب قطة جيمي. جيمي حصلت عليك ولم تحصل على قطتها. أرأيت يا جيمي حظك؟ لا تيأسي يا جيمي، سأحاول البحث عن قطتك وأيضا عن أختك الصغيرة. أيعقل أن يكون هذا الحيوان من تسريحة شعره لهذه الشخصية؟ إنها ثريلا من أندر رابس ويف 2، وها هو حيوانها الأليف. أعتقد هذا، إنها ثريلا، أتذكرونها؟ إنها من أندر رابس ويف 2، حصلت على أختها الصغيرة. يا لحظك يا ثريلا، انظروا ما أجمل عائلة ثريلا. ها هو الماء البارد وها هو الدافئ. لنبدأ بك أنت. واو، انظروا ماذا ارتدى. قرد جميل. حسناً، جاء دورك. أيضاً تبدل، انظر إلى تبدلها. دعونا نرى. واو، ما أجمل هذا الأرنوب. جميل جداً. ما أجملكم، أنا أحببت أكثر شيء أرنوبيناي، وأيضاً فرحة لحصول ثريلا على عائلتها الصغيرة. وأنتم يا متابعين، أي من هذه الشخصيات أحببتموها أكثر؟ ضعوا هذا في كومنت. أتمنى يا أصدقاء أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة أخرى من ألو السبرايز.